رسالة ضمن مساحتنا الخاصة بالطفولة لليوم رح نسلط الضوء على تقنية الدمج لطفل التوحد من حيث البيئة المناسبة وأنشطة طفل التوحد التي تساعده للعودة إلى الحياة الطبيعية والتي تخدمه أثناء العملية العلاجية مع ميسم الحسرية اختصاصية اجتماعية ونفسية ومديرة مركز ملائكة الرحمة. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. صباح الخير، يسعد صباحكم. ملائكة الجنة بس. ملائكة الجنة. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. أكيد ملائكة الجنة، جميع المصطلحات التي تعنى بالطفولة هي واحدة. خلينا نحكي بداية قديش الدمج هو الشيء الأساسي، خلينا نقول لأطفال التوحد دائما الدمج مع أي شخص طبيعي بيكون هو الخطوة الأولى، كمان مو بس الخطوة الأولى، الخطوة الأساسية في العلاج. تفضلي ميسم. صحيح، مثل ما ذكرتي حضرتك، نحن يمكن الخطوة الأساسية اللي فينا نقول عن هذا الطفل إنه هو الطفل عم يتقدم هي مرحلة الدمج. فمرحلة الدمج على قد ما هي مرحلة نحن بنقول طلع الطفل منها، من هامش الطفل اللي عنده مشكلة، من هامش الطفل اللي عنده اضطراب نفسي معين، لهامش الطفل الطبيعي، على قد ما هي مرحلة جدا حساسة لأنه ممكن ترجعنا كل الخطوات لورا، ممكن تقدم لنا خطوة تخليني لهذا الطفل هو طفل طبيعي مدى الحياة. فمثل ما ذكرتي حضرتك، كثير بده يكون فيها حرص، كثير بده يكون في انتقاء للأطفال اللي ممكن انه نحطهم مع هذا الطفل. اغلب الاشخاص بيسالني هل الاخطر هو دمج طفل طبيعي مع طفل ذوي احتياجات خاصه، ام دمج طفل ذوي احتياجات خاصه مع طفل طبيعي؟ يعني على مين بيكون التاثير اقوى، على الطفل الطبيعي او على طفل التوحد مثل ما ذكرتي؟ هلا انا بحب اقول لهم انه نحن بنخاف عاده على الاطفال الطبيعيين، بينما نحن الخوف الحقيقي اللي بيكون عنا هو على طفل التوحد، لأن أكيد. طفل التوحد عنده قدرات عالية جدا على التعميم، فأي تاتش أو فينا نقول أي ردة فعل ممكن تصير قدامه هو عمم على جميع المستويات مع جميع الأطفال. فبصير أي خطوة ممكن نعملها بمجال دمج هذا الطفل مع أطفال طبيعيين فورا بيسترجع الصورة الذهنية اللي كانت موجودة عنده بالماضي وبصير بيعممها على باقي الأطفال. ميسم، إذا بدنا نحكي عن البيئة المناسبة لحضن الأطفال مع بعضهم ودمج الأطفال مع بعضهم البعض وضرورة الاعتناء بالقصة النفسية عند أطفال التوحد، إنه مثلا ما نصفهم بالشخص مثلا المريض كذا، يعني الأثر النفسي عليهم، ووين البيئة المناسبة لدمجهم؟ هلا انا بقول على طول البيئه اللي بدنا ندمج فيها الطفل اول شيء بدها تكون بيئه مخصصه له من الناحيه السيكولوجيه او من الناحيه النفسيه اولا، ومن ثم فينا نقول التفاصيل المكانيه. هلا من الناحيه النفسيه كثير لازم نكون مراعين ان احنا لما بدنا ننزل طفل توحد بين اطفال طبيعيين نكون مهيئين باقي الاطفال لوجود هذا الطفل معهم، لانه نحن ممكن نتعرض لانه طفل يقول يا حرام، ممكن طفل يطلع تطليعه استغراب، فهذا الشيء بده ينعكس سلبا على الطفل التوحد، وبالتالي بده يصير في عنده رفض للطفل الطبيعي، فرح يكون الانعكاس سلبا على الجهتين. فينا نقول انه نحن كبيئه مكانيه او كبيئه هندسيه هون بدنا نبلش نفوت المشتتات ولكن على قدر بسيط. يعني انا اغلب الاهالي اللي بعرفهم انه اوكي ابني خلص خطته العلاجيه، خلص حميات غذائيه، خلينا نفوته مدرسه وننزل معه شادو. هلا بدنا نكون شوي مطولين بالنا هون، لان لازم نحن ندخل مرحله الدمج الاولى اللي هي بدي مثل ما ذكرنا ببيئه هندسيه، ما بده يكون فيها مروحه، ما بده يكون فيها اشياء مدوره، ولكن ممكن يكون فيها الوان، ممكن يكون فيها صور، ممكن يكون فيها ألعاب، ولكن بننزلهم بشكل تدريجي لأن احنا بدنا نوسع له دائرة الانتباه، وبدنا نضيق له مرحلة أو فينا نقول بدنا نضيق له دائرة التشتت، فمنصير هي الشيء بشكل جدا جدا تدريجي، يعني ما بده يكون بشكل مفاجئ لأنه ممكن نخسر.
التركيز. يعني ميسم جهودكم مشكورة، وخاصة أنت اللي متابعة الأطفال خطوة بخطوة، يعني عمل إنساني، وأنت أم لجميع هدول الأطفال. في شغلات بتخدم طفل التوحد أو طفل ذوي الاحتياجات الخاصة وبتساعده لأنه يكون طبيعي، ولكن هدول يمكن القصص بدها شوي هيك حذر، بدها شوي تعاطي بطريقة بطريقة شوي هيك خلينا نقول بعناية، خلينا نحكي عنها. هلا اكثر الشغلات اللي انا بقول انه انا حاليا بغص لما بدي اشتغل مع طفل توحد هو الادوات والوسائل اللي ممكن نستخدمها. كثير في عنا كم هائل من الادوات اللي ممكن تستخدم للاطفال الطبيعيين او لاطفال الروضه او حتى لاطفال صعوبات التعلم، ولكن في استحاله باستخدامها مع اطفال التوحد. لنذكر مثل بطاقات الاحرف، نحن عم نضطر انه نحن نصنعها على ايدينا، لازم تكون هي بيضة مكتوبة بالأسود وما في عليها أي لون أو أي شكل ممكن يعمم الطفل عليه هذا الحرف. فأغلب البطاقات مثل ما نحن بنعرف الموجودة بتكون عنا هي بطاقات الأحرف اللي بيكون مرفق فيها صورة، وهذا الشيء ممكن يأخر عملية الاكتساب عن طفل التوحد. طبعا ننطلق من البطاقات لأشياء أعلى كتير، مثل الألعاب، فينا نقول مثل الأدوات الإيضاحية أو الوسائل الإيضاحية. أحيانا ممكن تكون الأفلام الاجتماعية اللي نحن بنستخدمها عن طريق بروجكتور، ومنضطر أحيانا نسحبها من اليوتيوب ونرجع نحن نترجمها للغة العربية. ونحط أصوات مشابهة، أو فينا نقول أصوات من نفس البيئة اللي عم يشتغل فيها الطفل، وخاصة أنه بنعرف نحن أنه طفل التوحد أحيانا بيحفظ لغة معينة صحيح بتكون مقربة لإله. يعني أنا مثلا خليني أضرب هذا المثال ولو أنه ما كتير بحب عادة أني أحكيه، أنه أنا بجيب مثلا طفل من الجزيرة، الصديقة اللي أنا كتير بحبها مدينة الحب، ومنجيب طفل من الشام، فملاحظ أنه نحن اللهجات متشابهة، في عنا كلمات مثل أعطيني، كلمة تانية ممكن يستخدمها الطفل اللي جاي من بيئة تانية، فبصير عنا هذا التشتت. فكتير بده يكون عنا حذر حتى باللغة اللي ممكن ندخلها نحنا بالأفلام أو بالأفلام الإيضاحية اللي بنستخدمها. ميسم، إذا حننتقل للأخطاء الشائعة اللي بتحول عملية الدمج لكارثة إنسانية وتربوية وأخلاقية، شو هي؟ خلينا نقول أكثر الأخطاء هو أحياناً العجلة بدمج الأطفال، اللي أنا بعتبره جريمة بحق الطفل. أيضاً من أحد الأخطاء اللي أنا كتير ممكن اتعب منه هو رفضنا او عدم ايماننا انه هذا الطفل بده يشفى، هذا الطفل بده يصير طفل طبيعي. ليش في امل ميسم بشفاء الطفل؟ طبعا سواء بمركز ملائكة الجنة في دمشق او بمركز بيسام بالقامشلي، صار في عنا هلا روضة مجاورة للمراكز اسمها روضة الدمج، اللي هي عم بتهيئنا حاليا لندمج الأطفال، وصار في عنا 22 حالة علاجية سواء بدمشق وأيضا بمركز بيسام بالقامشلي. عملنا لهم حفل تخريج وصاروا بالمدارس، صاروا بالروضات. أحيانا بقول لهم أنا صاروا زهرة حياتي، اللي كل ما بطلع على الشارع هيك بشوفهم لابسين شنطايتهم رايحين مدرسة، فهن أملي بالحياة. فأكيد في أمل، يمكن أكثر من أمل أنه تلاقي هذا الطفل رايح على مدرسته. أنا ما بدور على أمل تاني، هذا أملي الكامل أنا بحسه. طبعا حققتي الهدف النبيل من خلال هذا العمل الإنساني اللي قمت فيه، ما نو بالسهل أبدا أنه نحقق الغاية. كل شيء بياخد من قلبنا ومن روحنا ومن جسمنا، هيدا هيك هي الحياة، بدنا عطاء لا نقدر نحنا لتعطينا هي. ويمكن عطتك النتيجة، كان لنا لقاءات سابقة مع بالحسكة، يمكن عم يتطور الموضوع ليشمل كافة المحافظات السورية. بنرجع بنقول انه الدمج هو الخطوة الأولى والأساسية بالعلاج، أكيد بيترافق مع الدمج شوية أنشطة، يمكن حكيتي لنا عنها هيك شوي بس، ولكن الأنشطة هيك اللي دائما مرافقة لعملية الدمج، شو هي اللي عم بتكون؟ شو عم بتكون؟ الأنشطة اللي ممكن كتير تكون بتفيدنا بعملية الدمج هي أحيانا إدخال عنصر فينا نقول مختلف، سواء كان هذا العنصر مادي أو معنوي.
يعني اليوم أنا مثلاً عم بعمل نشاط، بلشنا بأنشطة مطبخية أو فينا نقول أنشطة أشغال يدوية، عطول ممكن أنا غير شكل المقص، قديش هو بسيط، غير شكل السكينة، غير المكان اللي عم يقعد الطفل يشتغل فيه، غير الوسائل المساعدة لإله. ليش؟ لأنه بمكان أو بآخر هو عنده قدرات عالية على التعميم، ولكن بمكان نحن منقول إنه هو عنده القدرة على استجماع هي الوسائل لصنع عنصر إبداعي. طفل التوحد جدا طفل مبدع إن شاء الله. أول هلأ في عنا مركز جديد، مركز ملائكة الجنة في طرطوس، رح نفتتحه عن قريب، رح يكون هو افتتاحه عبارة عن معرض رح يقيموه أطفال التوحد من جميع أنحاء سوريا، لنفرجيكم أو خلينا نقول لنفرجي اللي فاقدين الأمل بشفاء التوحد قديش نحن طفلنا قادر يكون أجمل، أو إيديه بتعمل أجمل ما ممكن يكون موجود بهذا الكون. أكيد أكيد ميسم. هلا خلينا نحكي نحن أنه ضرورة وجود أطفال التوحد في المدارس التقليدية ومشاركتهم مع الأطفال العاديين. بيقولوا مثلا لازم دائما نحط ملاحظات أنه اليوم الطفل شو عم يتقدم بمشاركته مع الطفل، كيف عم يتعامل مع زملائه، أهمية المشاركة بالمدارس التقليدية والكوادر التأهيلية كيف لازم تكون. هلا للأسف أنا لليوم يعني ممكن تكون هاي القصة ما أنا معممة، لليوم ميسم ما شافت طفل توحد عم بيتم التعاون معه بشكل منتظم. تمام. يعني عم شوف حالات دمج، حالات الدمج عم بتكون مثمرة، عم ينشغل معهم الله يعطيهم ألف عافية، ولكن أحيانا نحن منقول العتب على قد المحبة مثل ما بيقولوا. أحيانا بيكون في كم هائل من الأطفال بالصفوف، بقلب هاي القاعة أو بقلب هاي الصف بيكون عنا أطفال توحد، فنحن بنعرف أنه أصلا حتى كدائرة اجتماعية أو كعدد أطفال بده يكون مرافق للطفل بدنا نكون حريصين على أنه يكون قليل وشوي شوي نكترهم. فنحن عم نلاحظ أنه فورا الطفل عم بيفوت على الصف في 30 طالب خلينا نقول، هو قاعد بالنص، المدربة أو فينا نقول المدرسة بالمدرسة عم تعطي الدرس، فأنا ما عم بقدر لمين بدي لحق، وخاصة وقت بيكونوا فئات صغيرة فكلهم بيكونوا عم بيغاروا من بعض، كلهم بيكون أكيد. عندهم هذا عنصر الاكتشاف، الملاحظة أنه يقوم من مكانه. فأنا بقول أنه خلينا نراعي شوي العدد، وأيضا خلينا بالمدارس التقليدية يكون الشادو اللي موجود مع الطفل هو عامل أساسي، وعدم التفرقة يعني بين الطفلين يحس حاله أنه أكيد أنا مرضان، يعني أنه نحسسه أنه هو شخص مريض. تماما. قديه لازم يعني ينتبهوا على الحالة النفسية للطفل التوحد، وقديش إضاءتك حلوة. أنا عطول بقول لهم أنه التعزيز السلبي قد ما كان مرتفع التعزيز الإيجابي أيضا إذا ارتفع بيأذي. يعني أنا إذا كتير مثلا اليوم بدي أشوف أنه أنا عطول مثل حالي أنا أني طفل التوحد، وإذا كنت ببيئة بيقولوا لي شاطرة برافو كمثلي مثل غيري كتير أنا ممكن يكون عندي حماس أني أشتغل. أكيد. إذا كنت ببيئة قالوا لي أنه أنت شاطرة، أنت حلوة، أنت حبابة، وعم بيحكوا الطفل اللي جنبي على أنه هو أو الطفلة اللي جنبي على أنه هي صبية كبيرة، فأنا بدي حس حالي أني أقل منها. صحيح. فأيضا التعزيز السلبي على قد ما بيأثر على الطفل، فايضا التعزيز الايجابي بدنا نكون حريصين فيه انه ما يكون مبالغ فيه، لازم يكون جدا مدروس. شكرا كثير لاضاءتك على هذا الموضوع. اكيد اضاءه كثير مهمه لتحقيق العدل والتوازن ايضا بين الاطفال، لانه دائما الطفل هو حساس بطبعه، الكبار حساسين بس مو مثل الطفل، يعني الطفل بشديد الحساسيه شديد الشعور. ميسم يمكن احنا حكينا عن اطفال التوحد، خلينا نحكي عن الاطفال الطبيعيين. الاطفال الطبيعيين يمكن هن العمود اللي عم يرتكز عليه طفل التوحد، كيف عم بتلاقي تجاوب الأطفال مع بعضهم؟ كمان الأطفال الطبيعيين عم يقدروا يندمجوا مع أطفال التوحد؟ هذا سؤال يمكن شوي خلينا نضيق عليه. هلأ خلينا نقول إنه أنا بمكان من الأماكن أو وصلت لمرحلة معينة بعترف إني خفت، خفت بإني أنا لما بدي بلش بهي الخطوة أو بدي بلش أشتغل على اني انا بدي بلش ادمج طفل توحد مع اطفال طبيعيين، لازم اكون انا دارس البيئه صح، لازم اكون عاطيه خصائص نفسيه صح للطفل الطبيعي.
فالطفل الطبيعي بيقدر يندمج إذا نحن أصلا حاولنا إنه نعطيه مكانه الصح. مكانه الصح بأنك أنت الداعم، بأنك أنت المساعد، بأنك أنت المدرب. أنا عطول بدرب الطفل الطبيعي مشان يساعدني يكون هو مدرب بنفس العمر لطفل التوحد. يعني اليوم أنا مثلا بعمل نشاط حرف الباء لنفترض، فأنا عندي طفل شاطر هو أتقن حرف الباء بسرعة، فممكن يكون هو المدرب للأطفال الآخرين، من ضمنهم ده يكون في عنا أطفال توحد. وممكن طفل التوحد يكون عنده الرسم الأحلى لحرف الباء، فأنا أولا أعطيته مكانه أو خليته المشرف أو خليته فينا نقول الملك لطفل الطبيعي، وأيضا خليت الطفل التوحد يكون هو المساعد وأيضا الملك الآخر بعالمه. صحيح. فأنا كتير بدي يكون أيضا مثل ما ذكرتي حريصة بهذا الموضوع، لأنه الطفل الطبيعي هو السند للطفل. صحيح. وبالأخير هن بدهم يمشوا بنفس الطريق. صحيح. أكيد بنتشكرك ميسم على وجودك معنا وعلى كل المعلومات القيمة كمان اللي قلتي لنا إياها، وعلى الأمل اللي عطيتيه للأهالي الموجود عندهم طفل توحد. شكرا لك ونتمنى لك النجاح والتوفيق. شكرا كثير لكم وجوهكم بشوف الأمل، وشكرا كثير لكل اللي بيتابعونا كل يوم. نورتي صباحنا ميسم، مشكورة جهودك وجهود جميع القائمين على أي عمل إنساني. بدنا نتشكرك، بدنا نتمنى لك الصحة القوة، وإن شاء الله هيك يا رب بتفرحي وبتشوفي النتائج دائما قدامك. نورتي صباحنا. شكرا كثير بوجودك.